إفادة، الخبر بالمختصر المفيد. من الصدر على المحترم والإخوان ديالنا ديال المكسب أن يكون واحد الانسجام، وأي حاجة اللي ممكن أنا نديرها عيط لي في البلاصة، ما يحتاجش لا ندير العريضة ولا نجيش للدورة ولا الدورة ديال 31 عيب ما تحضرش فيها، وهي في الميزانية وكاين انتظار كبير انتظارهم. ندوزوها ونتخلطوا هناك ماذا ونديروا، ولكن دوز الدورة ماشي غدا ندي نديروا الميزانية تقول لي نفعلها في شهر جوج، جابونا حتى شهر حتى تلاقت مع الميزانية، ماشي غدا يقولوا لي وانتم تعطلتوا بالميزانية، انتم ما شرطتوش عليها. المغرب كله دوز الميزانية إلا قرضها. هذا أنا تنطلب من إخواني، هذا الاجتهاد ديالكم السيد الرئيس. أنا تنطلب من الإخوان الله يجازيكم بخير. شوف أنا كنترجاكم على أي حاجة حطوها في الطبلة، أنا موجود وشكرا. اللقاء ديال اليوم هو كانت الدورة ديال المجلس لمناقشة عدد ديال المشاكل تهم القطاع وكذلك عدد ديال المشاريع، فكان النقاش اللي هو فياض، كان نقاش من جميع السادة الأعضاء المحترمين اللي هو تيخدم قطاع الصناعة التقليدية، بما كذلك من بين النقاط اللي هي مهمة وهمة هو البرنامج ديال 2023، وكذلك ناقشنا بعض النقاط ديال البنية التحتية منها القرية ديال الحرفيين اللي هي داخلة في المشروع الملكي في طنجة الكبرى، واللي تيشرف عليها السيد الوالي مشكور اللي قطعت واحد العدد ديال الأشواط بفضل السيد الوالي والدعم ديالو والمجهودات ديالو. إن شاء الله قريبا الشطر الأول والشطر الثالث خارج الحي الوجود، وأن الأشواط الأشطر ديال 4 و5 إن شاء الله من دابا 5 شهور للشهور تكون واقفة، واللي هي كذلك غتعطي واحد المتنفس للصناع التقليديين وغتحل واحد العدد ديال المشاكل لا بالنسبة للصناعية وكذلك لا بالنسبة للسكان والسلطات المحلية، كذلك بالنسبة للفرع ديال الغرفة الصناعة التقليدية اللي هو في طريق الرباط واللي هو الآن فهو يعني على وشك الانتهاء، وكذلك تكلمنا على الحماية الاجتماعية اللي هي ساهمت فيها المساهمة فعالة الغرفة ديال الصناعة في طنجة، واللي هما الآن أن جميع الأعضاء وجميع الأطر والموظفين هما الآن مستعدين باش يشتغلوا في الفترة الثانية، واللي إن شاء الله نسجلوا رقم كبير. هذا مشروع ملكي ولله الحمد لله عليه جلالة الملك على الحرفيين، واللي إن شاء الله كما قلت سابقا غادي يعم الخير العميم على جميع الصناعة التقليدية المملكة المغربية. الرحمن الرحيم، السلام على أشرف المرسلين. أولا كنشكركم على التغطية ديالكم لهذه الدورة العادية لحضور الجمعية العامة لغرفة الصناعة التقليدية برأس من دورة أكتوبر اللي عرفت واحد التعثر نظرا لالتزامات واحد الحكوة، والآن إطار هذه الدورة هذه واللي عرفت مناقشة ديال 5 ديال النقاط. خمسة النقاط الأولى اللي كتتعلق بعرض التقرير نشاط الغرفة وكذلك برنامج العمل ديال الغرفة ومشروع الميزانية النقطة الثالثة، وكذلك النقطة الرابعة اللي كانت اطلاع المصادقة على اتفاقية الشراكة اللي كترتبط الغرفة مع عدد كبير ديال المؤسسات، ثم النقطة الخامسة التي كانت تتعلق بانتخاب اللجان واللي عرفت التأجيل ديالهم إلى دورة استثنائية لاحقة حدد تاريخها ب20 يناير.